معركة وادي المخازن، أو معركة الملوك الثلاثة، أو معركة القصر الكبير، كلها أسماء لمسمى واحد، كلها ألقاب ليوم من أيام الله التي انتصر فيها أهل الإسلام على عدوين: عدو صليبي غاشم من الخارج طامع في ثرواتنا، وعدو من بني جلدتنا خائن يبيع دينه وأهله بعرض من الدنيا قليل. بعد وفاة الغالب بالله تولى زمام الأمور ابنه محمد الذي سمى نفسه بالمتوكل على الله، ولم يكن المتوكل عادلا ولا متوقفا عن سفك الدماء رغم فقهه وأدبه، وقد بدأ بإخوانه فقتل منهم اثنين وسجن ثالثا. ولأن عمه أبا مروان الملقب بالمعتصم بالله كان أكبر منه سنا وأولى منه بحكم المغرب، فقد خشى على نفسه من بطش المتوكل، وما كان منه إلا أن لجأ رفقة أخيه أحمد إلى السلطان العثماني سليم بن سليمان طلبا لمعونته ونجدته. وقد أمد السلطان العثماني المعتصم بالله ب5000 جندي فأغار بهم على المتوكل وهزمه قرب مدينة فاس ودخلها عام 983. ثم بسط سلطانه بعدها على مراكش، ففر منه المتوكل إلى سوس، ومنها إلى سبتة، ثم طنجة، حيث استصرخ بسبستيان ملك المغرب الذي وجدها فرصة سانحة لتحقيق أحلام البرتغال التوسعية. تربع سبستيان على عرش الإمبراطورية البرتغالية التي يمتد نفوذها على سواحل إفريقيا وآسيا والأمريكتان، فاتصل بخاله فيليب الثاني ملك إسبانيا يدعوه للمشاركة في حملة صليبية جديدة على الدولة السعدية كي لا تعيد الكرة بمعاونة العثمانيين على الأندلس. أراد ملك البرتغال الشاب محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه من الضعف، كما أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا بالقيام بمساعدة المتوكل. استعان سبستيان بخاله ملك إسبانيا فوعده أن يمده بالمراكب والعساكر، وأمده ب20,000 من عسكر الإسبان، وكان سبستيان قد عبأ معه 12,000 من البرتغال، كما أرسل إليه الإيطاليون 3,000 مثلها من الألمان وغيرهم، وبعث إليه البابا ب4,000 أخرى وب1,500 من الخيل و12 مدفعا، وجمع سبستيان ملك البرتغال نحو 1,000 مركب ليحمل هذه الجموع إلى أراضي الدولة المغربية. وقد حذر ملك إسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل داخل أراضي المغرب، ولكنه لم يلتفت لذلك. كان عتاد الجيش البرتغالي يقدر بحوالي 28,000 مقاتل بقيادة سبستيان ملك البرتغال، أما الجيش المغربي فقد كان حوالي 40,000 مقاتل بقيادة أبو مروان عبد الملك. اختار عبد الملك القصر الكبير مقرا لقيادته، وخصص من يراقب سبستيان وجيشه بدقة، ثم كتب إلى سبستيان مستدرجا له: إني قد قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة، فهل قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي؟ فنصحه المتوكل ورجاله ألا يترك أصيلة الساحلية ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر، ولكنه رفض النصيحة فتحرك قاصدا القصر الكبير حتى وصل جسر وادي المخازن، حيث خيم قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك أخاه أحمد المنصور في كتيبة من الجيش أن ينسف قنطرة جسر وادي المخازن، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة. وعندما بدأت المعركة ركب السلطان عبد الملك فرسه يحرض الجيش على القتال رغم مرضه الشديد، وقام الرهبان والقساوسة بإثارة حماس جند أوروبا مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب.
انطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إيذانا ببدء المعركة، ومال أحمد المنصور بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين، وأوقد النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضا، فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة، فتهالك قسم منهم صرعا، وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي وقد نسفها المسلمون، فارتموا بالنهر، فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل. وصرع سبستيان ملك البرتغال وألوف من حوله بما فيهم جل نبلاء البلاط وقادة الدولة البرتغالية يومها، وحاول المتوكل الخائن الفرار شمالا، فوقع غريقا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئت ابنا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ انتقاما منه. وقد توفي السلطان عبد الملك عند انتهاء المعركة جراء الجهد الفائق الذي بذله في قيادة الجيش وتحميس الجند رغم مرضه الشديد. ودامت المعركة حوالي 4 ساعات و20 دقيقة، ولم يكن النصر فيها مصادفة، بل لمعنويات عالية ونفوس شعرت بالمسؤولية ولخطة مدروسة مقررة محكمة. لقى في هذه المعركة 3 ملوك حتفهم، هم عبد الملك وسبستيان ملك البرتغال والمتوكل، ولذا عرفت بمعركة الملوك 3. وفقدت البرتغال في هذه الساعات ملكها وجيشها ورجال دولتها، فانهارت البرتغال عسكريا وسياسيا واقتصاديا بعد موت سبستيان وجل النبلاء البرتغاليين وقادتهم. وبدأ البرتغاليون يقولون أن سبستيان لم يمت وسيعود للحكم وستستقل البرتغال، وتحول أمل عودته لظاهرة مرضية. شبه المؤرخون معركة وادي المخازن بغزوة بدر، وذكر المغاربة ذلك في نثرهم وشعرهم، وأشار ابن القاضي في كتابه حين قال: فانظر لحكمة الله القاهر، أهلك 3 ملوك في يوم واحد وأقام واحدة. وقد فتحت معركة الملوك 3 الباب مشرعا أمام الانطلاق في بناء دولة قوية عظيمة كان في مقدورها أن تستعيد أمجاد الموحدين والمرابطين. فقد بلغت الدولة أوجهها السياسي في عهد أحمد المنصور الذهبي، والذي أمن رخاء البلاد من خلال تحكمه في اقتصاد الدولة، كما استحدث في عهده نظام إدارة جديد والذي أطلق عليه اسم المخزن، حيث يعتبر عهده أزهى عهود الدولة السعودية.